بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلم طبعا بالفرد طبعا الأول من الدورة الثانية مادة الاجتماعيات. طبعا الفئة المستهدفة هي القسم الخامس ابتدائي. إذا نشرع على بركة الله نبدأ بالتاريخ فتقول لنا السؤال أكملوا الجدول بما يناسب. معلمة تاريخية للدولة الإدريسية، ثم نحط هنايا معلمة تاريخية للدولة المرابطية. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني أكمل بصحيح أو خطأ. ظهرت الدولة الإدريسية بمنطقة شنقيط. قبيلة أوربة هي التي ساعدت المرابطين طبعا عبد الله بن ياسين هو مؤسس الدولة الإدريسية. أول دولة ظهرت في المغرب هي الدولة الإدريسية. أكملوا بالمعلومات المناسبة. مؤسس الدولة الإدريسة، زعيم المرابطين، عاصمة الدولة الإدريسية وعاصمة الدولة المرابطية. نعم، هذا بالنسبة طبعا التاريخ. نبدأ بالتمرين الثاني. هنا التمرين قال لي أذكر الواجهتين البحريتين، ما واضحش لنا. أذكر الواجهتين البحريتين. بعدها عندنا السؤال يقول هنا أجب بصحيح أم خطأ. الكثافة السكانية هي عدد السكان في المغرب. يصل المعدل الوطني للكثافة السكان المغرب إلى 50 نسمة في كل كيلومتر مربع. ترتفع الكثافة السكانية في مناطق صحراوية. تؤثر عوامل التدريس والمناخ على الكثافة السكانية. الواجهتان البحريتين أو الواجهتان البحريتان توفران المغرب عدة موانئ بحرية. أذكر اسم أكبر ميناء بالمغرب. أذكر أكبر اسم ميناء بالمغرب. نمر إلى التربية المدنية. أكمل أذكر بعض مدار التدخين. ما هي مدار التدخين؟ الرضيع. عندو ثلاثة. أكمل جدول ما يناسب. الترفيه، توفر معلومات، تحرش، إدمان، تواصل، إشاعات. إذا مزايا الإنترنت، سنضع هنا مزايا الإنترنت، وهنا أثير أخطار الإنترنت انطلاقا من هذه الكلمات. هنا أجب بصحيح أو خطأ. في الإنترنت التواصل فقط مع من أعرفهم جيدا. صحيح أم خطأ؟ أعطي عنوان لكل من يطلبه. صحيح أم خطأ؟ ثم هنا التدخين لبعض المرات لا يضر بالصحة. يمكن استعمال الإنترنت منذ سن 10 سنوات. صحيح أم خطأ؟ إذا نشرع على بركة الله دون جوبو. إذا معلمة تاريخية للدولة الإدريسية اللي هي معلمة تاريخية جامع القرويين. نعم جامع القرويين. معلمة تاريخ الدولة المرابطية هي القبة المرابطية. القبة المرابطية. ظهرت الدولة الإدريسية في منطقة شنقيط. خطأ. المرابطين خطأ. قبيلة أوربة هي ساعدت المرابطين. لا، ساعدت الإدريسة. خطأ. عبد الله بن ياسين هو مؤسس الدولة الإدريسية. لا، هذاك إدريس الأول. هنا خطأ. أول دولة ظهرت في المغرب هي دولة الإدريسة. صحيح صحيح. نعم هنا قالوا لنا أكملوا بما معلوم نزل. مؤسس الدولة إدريس الإدريسة هي هو إدريس الأول. إدريس الأول. والعاصمة ديالهم هي فاس. عاصمة الإدريسة. زعيم المرابطين عبد الله بن ياسين. عبد الله بن ياسين كتبوا هنا قدناش. وهنا عاصمة الدولة المرابطية هي طبعا مراكش. تما بنيت القبة المرابطية. نمر إلى السؤال الموالي اللي تيقول لنا هنا أذكروا أسماء الواجهتين البحريتين. إذا الأولانية معروفة هي البحر
الأبيض المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، ثم المحيط الأطلنطي اللي معروفها المحيط الأطلنطي. إذا هنا الكثافة السكانية صحيح أم خطأ؟ الكثافة السكانية هي عدد السكان في المغرب؟ لا، هي عدد مجموع السكان على المساحة. هنا خطأ، على المساحة يصل معدل الوطني الكثافة السكانية المغرب إلى 50. صحيح، ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الصحراوية؟ لا، ترتفع في المناطق الساحلية، في المناطق اللي فيها الأمطار كثيرة. هنا خطأ، الصحراء فيها تربة غير خصبة والأمطار قلة الأمطار. تؤثر عوامل التضاريس والمناخ على الكثافة السكانية؟ طبعا، فالجبال والسفن الشديدة كتكون كثافة ضعيفة. إذا هنا صح، تؤثر العوامل. صحيح، الواجهتان البحريتان توفر المغرب عدة موانئ بحرية. صحيح، نعم، إذا الواجهة البحرية هي التي تساعد على بناء الموانئ. وطبعا عوامل أخرى، أذكر اسم أكبر ميناء. أكبر ميناء، نعم، في المغرب هو ميناء طنجة المتوسط. ميناء طنجة المتوسط. هنايا أذكر بعض مدار التدخين، يعني يؤثر الصحة مثلا على الرئة، كي تني السرطانات، السرطانات طبعا يؤثر على طبعا الجهاز التنفسي، قلنا الجهاز التنفسي يؤثر ثاني على الدماغ، سرطان ديال الدماغ، جميع انواع السرطانات. مزايا، هنا مزايا الانترنت طبعا كاين الترفيه، الترفيه، ثم توفر معلومات، نعم توفر لنا المعلومات، توفر المعلومات، نعم التحرش فهو الاخطار ديالو، التحرش راه من الاخطار. الادمان كذلك راه من اخطار الانترنت. التواصل فهو مزايا ديالو، يساعدنا على التواصل مع الاهل والاقارب والاصدقاء. واخطار ديالو طبعا هناك الاشاعات، نعم اجب بصحيح ام خطا. في الانترنت التواصل فقط مع من اعرفهم جيدا. صحيح، يمكنش تعال نتواصل مع جميع، أعطي عنوان لكل من يطلبه. لا، خطأ. التدخين لبعض المرات لا يضر بالصحة. خطأ، فالتدخين لبعض المرات لا يضر بالصحة، هذا خطأ. إذا التدخين دائما فهو طبعا يضر.